صوت واضح. يا جماعة صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير، يا هلا. حكينا عنوان التشابتر اللي هو دي سي سيركت بايز او ترانزستور دي سي بايز سيركت. حكينا خلال هذا التشابتر بدنا ندرس مجموعة من السيركت اللي بتعمل بايسنج للترانزستور ونشوف شو الفرق بينهم. في البداية تعرفنا على الكوشنت بوينت اللي هي الكيو بوينت اللي تتكون من في سي اي واي سي. طبعا حكينا اللي بحددها هو الدي سي سورس، وحكينا انه ممكن يكون ديستورشن في الاوتبوت لما يشتغل الترانزستور كامبليفاير. طبعا الامبليفاير هو بيكبر الانبوت سيجنال على الاوتبوت. الامبليفايد سيجنال هي بتكون عباره عن اي سي سيجنال، بالتالي في البدايه في عنا دي سي سيجنال في دي سي، هاي اللي هي الخط الاسود هذا جاي من الدي سي سورس ومحمل عليه الاي سي سيجنال، مجموعات مع بعض هذول. بالتالي احنا لما بدنا نقول في عنا مثلا هاي مقاومه وفي عنا هون دي سي سورس وفولتج سورس، الفولتية من A ل B هي قيمة ال VDC source وقيمة ال AC VAC. بالتالي ال VAB هي عبارة عن VDC زائد VAC. لو كانت DC، طبعا DC هي عبارة عن constant signal، constant ثابت. الـ AC هي بتتحمل عليها مجموعة إلها، الـ AC signal هي فقط الجزء هذا. بالتالي هاي AC لحالها، لكن هاي DC زائد AC محملة على constant على DC. إذا كان جمعنا ثابت للمتغير هذا بيعطينا الفولتية VAB. هاي هي الفولتية على الانبوت. على الاوتبوت بتكون امبليفايد سيجنال. حكينا ممكن يكون في عندنا نوعين من الديستورشن. الفولتية من الاعلى انقصت نتيجه الكت اوف، انه الكليبنج باي كت اوف، ومن الاسفل الفولتية على الاوتبوت نتيجه الكليبنج من الديستورشن. وحكينا مثال بالمثال هذا لما يكون عندنا في عندنا دي سي سورس والدي سي بايس سيركت، هاي راح يطلع لنا الكيو بوينت بمنطقه معينه نتيجه في بي بي معين، راح يطلع الكيو بوينت عند نقطه معينه. غيرنا الفي بي بي رفعناها، هاي هون السهم الاعلى رفعناها، زادت الاي سي وقلت زادت الاي سي، هون صارت هاي صارت هون زادت الاي سي وقلت الفي سي اي، زدنا اكثر زادت اكثر والفي سي اي قلت، بالتالي راح يطلع لنا الدي سي لود لاين. هذا عند نقطه معينه احنا بنختارها للسورس، الفي سي سورس، ممكن تكون الدي سي الكيو بوينت هون مثلا. الان اذا ضفنا كمان اي سي سورس هون، اي سي سورس، بالتالي البي بي بي الاي بي راح تتغير بهذا الشكل على نفس النقطة هاي، على نفس مستواها. في عندنا اي سي هذا الناتج من الدي سي، بالتالي نتيجة الاي سي راح يتغير بهذا الشكل على نفس مستواها بالفولتج هون. طلع زيادة اي بي بتزيد اي سي بتقلل في سي اي. الآن لما ترد تنقص هون بتصير تزيد، بالتالي هاي بتمثل الـ A الـ V الـ V B الـ I B، آسف الـ I B، هون الـ I C، هون الـ V C E. طبعا سميتهم small letters لأنهم A C متغيرات. محملات كلهن على DC، هاي محملة على DC وهاي محملة على DC وهاي محملة على DC.
وورجيناكم المحاضرة الماضية وينتا الديستورشن بيحدث. هنا الاي بي الافرج الها الدي سي فاليو الها هاي اللي بالوسط، هاي اللي بالوسط كم اللي بالوسط هاي 300 مايكرو، بتزيد 100 مايكرو للاعلى بصير 400 البيك تاعتها، وبتقل 100 مايكرو بصير 200. اذا 300 زائد 100 مايكرو بصير 400، هاي البيك 400، 300 ناقص 100 مايكرو بصير 200. الان نتيجه 300 مايكرو بيطلع 30 ملي اي سي، وبيطلع 3.4 في سي اي. لما تزيد الاي بي الاي سي بتزيد، الفي سي اي بتقل، لما تقل الاي سي بتقل والفي سي اي بتزيد. الان لاحظوا هاي السيجنال يا جماعه، الاوتبوت فولتج اللي هو هذا في سي اي، هذا الاوتبوت فولتج ما في ديستورشن لا من الاسفل ولا من الاعلى. هون اقل قيمه له 1.2 واعلى قيمه له 5.6. طبعا هو في مجال يقل لعند الصفر، في مجال يظل ينزل ليوصل الصفر. هاي اقل قيمه للفي سي اي، وهاي اعلى قيمه اللي هي 10 فولت. الان هاي السوينج سيجنال تتارجح المجال الها توصل اقل شيء صفر واعلى شيء في سي سي. الان هي وصلت اقل شيء 1.2 واعلى شيء 5.6 نتيجه الاي بي تغيرت بين ال 200 وال 400 مايكرو. لاحظوا الاي سي نفس القصه، 30 ملي عند ال 300 مايكرو، اعلى زادت 10 ملي ونقصت 10 ملي. الان لو زادت الاي بي، لو صارت الاي بي اعلى، هاي اي بي اعلى، طلعوا هون اعلى، هذا الفي سي اي بده يزيد اكثر والاي سي بده يزيد اكثر. شو الحد المسموح؟ انه اي سي توصل الماكسيمم هاد ساتوريشن. وين هو الساتوريشن؟ هاي الساتوريشن 45 واقل شيء صفر. هذا الحكي شرحناه كلياته المحاضره الماضيه، وحكينا وين بيحدث ديستورشن نتيجه الكت اوف، انه الاي بي نزلت عن الصفر. هاي هون الاي بي قيمتها صفر، هاي اي بي صفر، هون صفر، هون اي بي ماكسيمم. بالتالي لما تزيد عن هذا الحد او تنقص عن الصفر، اذا نقصت عن الصفر بصير ديستورشن من الاسفل بالاي سي، وديستورشن من الاعلى بالفي سي اي. بالتالي هاي الكت اوف نتيجه قراب على الكت اوف، انه الكيو بوينت قريب على الكت اوف. هاي الكت اوف، هون الساتوريشن. لما تكون الكيو بوينت هاي نحركها، الكيو نحركها عند النقطه هاي مثلا، راح يصير قص من الاعلى، توصل هاي ماكسيمم تقص من الاعلى، وهون بتصير قص لتوصل المينيمم، وبصير قص فيها من الاسفل. وهي الثلاث حالات موضحات هون. كنا حكينا افضل قيمه للكيو بوينت تكون بالوسط بمنتصف الدي سي لود لاين. حلينا مثال. الان برضه بدينا بالفولتج ديفايدر بايس. حكينا الفولتج ديفايدر بايس هاي السيركت داتو، بتكون من اربع مقاومات بهذا الشكل وفولتج سورس واحد سميناه في سي سي. بالسيركت العاديه بقى فيها في بي بي وفي سي سي وار بي وار سي وفيش ار اي، ما بقت ار اي، ار اي بقت شورت سيركت. الان هاي الفولتج ديفايدر الدائره المعروفه اللي له. الان يا جماعه قلنا بدنا نحسب الدي سي كوانتيتيز. مفتاح الحل لهي السيركت انه نحسب في بي، نحسب الفولتيه هون. اذا عرفنا في بي، في بي في بيس، البي عند البيس، نعرف الفي عند الايميتر. لاحظوا في بي ناقص في اي تساوي 7/10. في بي ناقص في اي هي في بي اي، في بي اي، في بي اي هي الفولتية في بي ناقص في اي، هاي تساوي 7/10. بالتالي اذا عرفنا في بي بعرف في اي،
إذا عرفنا في إيه، في إيه شو بتساوي؟ هي ار اي في اي اي في اي 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 تقريبا اي سي، اي اي تقريبا تساوي اي سي. الآن إذا عرفنا اي سي بعرف الفولتج دروب على المقاومة من هون لهون، ار سي في اي سي هاي الفولتية من هون لهون، بالتالي بقدر اعرف في سي. في سي لو مشينا كي في ال من هون للجراوند ناقص ار سي في اي سي زائد في سي سي، في سي سي ناقص ار سي في اي سي. الان دي سي ناقص في اي، في سي ناقص في اي هي في سي اي، في سي اي هي في سي ناقص في اي. الان لاحظوا كل المعادلات هذول بسهوله بنقدر نوجدهن اذا عرفنا في بي. كيف نوجد في بي؟ الان الاساس انه نوجد في بي، حكينا في عندنا فرضيتين. الفرضيه الاولى او حالتين انه بنمشي على ستيف فولتج ديفايدر. شو ستيف فولتج ديفايدر؟ بنفرض المقاومه اللي بنشوفها من هون كبيره جدا، ار انبوت بيز، هاي من هون لهون، هاي من اللي بنشوف المقاومه اللي بنشوفها من هون اسمها ار انبوت بيز. لما تكون كبيره جدا يعني ار اي كبيره، بالتالي لما تكون ار اي كبيره بنفرض انه هذا البرانش تقريبا اوبن سيركت، لانه اي بي راح تكون صغيره جدا، اي بي فيري سمول. اذا الفي بي هو فولتج ديفايدر ار 2 على ار 1 زائد ار 2 في البي سي سي. في بي بتساوي هاي القاعده اللي موجوده هون، هذا الفرضيه اسمها ستيف فولتج ديفايدر. مجرد وجدنا في بي نوجد بقية الإكويشن. الآن حكينا إذا هون ورجيناكم مثال، هذا بسيط كان كيف وجدنا في بي ووجدنا كل الفولتجز. هون بنوجد الار انبوت فيز، حكينا الار انبوت فيز لها قاعدة. شو بتساوي الار انبوت فيز؟ هي بيتا في في بي على اي اي. إذا في بي واي اي معروفات وبيتا بنوجد ار انبوت فيز. الآن نيجي نطلع هل ار انبوت بيز اكبر من 10 اضعاف ار 2؟ وين هي ار 2؟ هاي المقاومه. طلع هاي ار 1 ار اللي هي موجوده بالفولتج ديفايدر، هاي هي ار 2. هاي لما تكون المقاومه اللي بنشوفها من هون اللي هي بنقدر نحسبها في بي في بيتا على ار على اي اي، لما تكون اكبر من 10 اضعاف هاي بنروح على ستيف. الستيف شو يعني ستيف؟ انه في بي بنطبق القاعده هاي. إذا كانت نوت ستيف يعني أقل من 10 أضعاف، يعني مش كبير كثير ار انبوت بيز، بنخلي المقاومة هاي وهاي على التوازي. يعني هاي لما تكون كبيرة كثير بنهملها تصير ستيف، لما تكون صغيرة أقل من 10 أضعاف بناخذها بعين الاعتبار، بالتالي وهاي هاي وهاي على التوازي، هاي بتصير اسمها ار 2 برايم، بنسميها ار 2 برايم. كم ار 2 برايم اللي هي هاي اللي بالبسط هون؟ هاي هي ار 2 برايم. هذا نوت ستيف. وين تنحكي نوت ستيف؟ ار انبوت بيز اقل من 10 اضعاف الار 2. طبعا حكينا هذا النوت ستيف مش راح نستخدمه. اوكي. الان نروح على التقريب الطريقتين الستيف ونوت ستيف ابروكسيميشن فاليوز. يعني هن تقريبيات. النتائج اللي بيطلع لهم في بي هي تقريبيه. طلع هون تقريب هون تقريب، هاي النتائج طلعوا لو كبرت الصفحه شوي شفنا هون تقريب وهو لا، هاي اكزاكت نوت ستيف هي اكزاكت، بس صعب نوجدها مبدئيا. عشان نوجد الاكزاكت بطريقه ثانيه بنروح على الفولتج ديفايدر اللي هي اللي شو حكيناها ثيفنين ايكوفالنت ابروتش. خلينا نشوف كيف نوجد الثيفنين ايكوفالنت ابروتش، وصلنا عنده المحاضرة الماضية. ثيفنين ايكوفالنت لهون وقفنا المحاضرة الماضية. الآن ثيفنين ثيوريم ابلايد تو فولتج ديفايدر. أول شغلة باجي بحسب، باجي بتطلع بالعكس. كيف يعني؟ لو جينا بنوجد الثيفنين اللي بشوفها من هاي الجهة، أنا بتطلع جهة الار 1 وار 2. عشان نوجد الثيفنين ايكوفالنت لهي السيركت بفصل الترانزستور، هيك بقينا نسوي بالسيركت.
لما بدوش الثيفنين حوالي مقاومة أو حوالي ديفايس بقيمه بشيله، لأن لما أشيل دائرة الترانزستور شو اللي بصفي من هاي الجهة؟ بصفي عندي فولتج سورس قيمته في سي سي وآر 1 وآر 2 فقط، وهاي هي الجزء اللي بدي أشوف من حوالي، هاي آر 2 آر 1 وهاي آر 2 وهاي البي سي سي. هاي السيركت شو الثيفنين ايكوفالنت سيركت إلها؟ شو الثيفنين اللي بشوفها من هاي الجهة؟ بدي أشوف آر ثيفنين وفي ثيفنين. شو بشوف؟ كم آر ثيفنين؟ بدي أصفر السورس، كم المقاومة هاي وهاي موصولات على إيش؟ على التوالي ولا على التوازي؟ لما هذا البرانش هذا تيرمينال من هن والثاني الجراوند، لما أصفر هاي تصير هاي الجراوند، هاي وهاي شو على إيش؟ آر ثيفنين توازي، على التوازي راح يكون. بالتالي بوجد آر ثيفنين، وين هي آر ثيفنين موجودة؟ اللي قبل شكلها هاي، هاي آر ثيفنين هي آر 1 توازي مع آر 2، إذا حاصل ضربهم على مجموعهم. كم الفولتية عند الثيفنين؟ كم الفولتية هون؟ بدنا نوجد الفولتية، هي فولتج ديفايدر آر 2 على آر 1 زائد آر 2. طلعوا بتشبه الفي بي، لكنها هنا لما اوجدنا الثيفنين بطلت تصير اسمها في بي، قمنا الترانزستور احنا صار عندنا اسمها في ثيفنين، نفس الفي بي تاعت الستيف. بالتالي هاي في ثيفنين وهي ار ثيفنين بدلاله ار 1 وار 2 والفي سي سي هو بدلاله ار 1 وار 2. بالتالي حولنا الشكل هذا يا جماعه، حولنا الشكل هذا لهذا الشكل، شو صارت الدائره؟ R ثيفنين في ثيفنين R C V C C والR E تشبه السيركت الأصلية. لاحظوا هنا V ثيفنين نقدر نرسمه بهاي الصورة، V ثيفنين بدل ما اكتبه هيك بلس V ثيفنين بكتبه هيك، بطارية البلس من فوق، البلس من فوق والسالب من تحت قيمتها V ثيفنين. هذا هي يعني المرسومة بالأزرق هي نفسها هاي الشكل، وهي نفس القصة بقدر ارسمها هيك. هنا الموجب من هاي الجهة اللي هو هذا، والسالب من جهة الجراوند، هاي اسمها في سي سي. طريق الكتاب او الطريقة اللي المكافأة اللي رسمته هو اللي مرسوم اصلا، هاي في ثيفنين وهاي في سي سي. في سي سي الان الثيفنين ايكوفالنت سيركت، عشان نوجد الاكزاكت سوليوشن بحول الار 1 والار 2 لا ار ثيفنين اللي هي ار 1 ضرب ار 2 على ار 1 زائد ار 2. هاي بحسب ار ثيفنين عن طريق توازي ار 1 وار 2، والفي ثيفنين طبعا هاي القاعده اللي هي ار 2 ار 2 على ار 1 زائد ار 2 في الفي سي سي. هاي قيمه الفي ثيفنين، هاي قيمه الفي ثيفنين والار ثيفنين ار 1 توازي مع ار 2. الآن حولت الثيفنين الفولتج ديفايدر سيركت لهذا الشكل. هذا لما نحوله لهذا الشكل النتائج اللي بيطلع عنهن اكزاكت فاليوز. الآن يا جماعة كم اي بي؟ مين بيحكي لي كم اي بي؟ يلا نشتق الآن كل الفولتجز والكرنتس اللي بالسيركت هاي. لاحظوا المطلوب منا فقط نحول الثيفنين الفولتج ديفايدر سيركت هاي لهذا الشكل، أول شغلة بنسويها. كيف نوجد ار ثيفنين؟ هي ار 1 توازي مع ار 2. طيب الشغله الثانيه بدي احسب في ثيفنين، في ثيفنين هي الفولتيه هون وهذا مش موجود، بالتالي ار 2 على ار 1 زائد ار 2 في الفي سي سي. اوجدت ار ثيفنين في ثيفنين، صارت انا بتعامل مع هاي السيركت بدل الفولتج ديفايدر سيركت هاي. الان من هاي السيركت بدي اوجد الفولتجز والكرنتس المطلوبه. يلا لو سمحتوا تتشاركوا معي ونحسبهن مع بعض عشان اوجد اي بي. اول شغله اللي بوجدها اي بي، شو بدي امشي كيف ارد ارسم السيركت؟ المكافاه الفي ثيفنين بيرتسم هيك، اذا بدكم تشوفوه بالشكل اللي مكتوب بالكتاب بهاي الشكل، هاي في ثيفنين موجب سالب، وهنا ممكن نرسمه زي ما رسمه قبل، يعني احنا بجوز بالامتحان نجيب لكم بلس بي سي سي هون
بلس بي ثيفنين هون، هاي المكافئ اللي يعني هيك هن دي سي سي. يلا يا جماعه كم اي بي عشان امشي اوجد اي بي؟ بمشي كي في ال من البيس للايميتر ناقص بي ثيفنين زائد. يلا شو الترم اللي بعده؟ اي بي في ار 7 اي بي ار ثيفنين في اي بي صح؟ ار ثيفنين مقاومه في التيار اي بي زائد الفولتيه في بي اي اللي هي 7 في 10 زائد شو الفولتيه من هون لهون على المقاومه هاي ار اي في اي اي شو بتساوي؟ صفر. مشينا كي في ال هيك. لاحظوا هون اي بي بمر بار ثيفنين وهون ار اي بمر فيها اي اي. شو علاقة اي اي في اي بي؟ اي اي شو بتساوي؟ بيتا في اي بي هي نفسها برضو اي سي حكينا. اي سي تساوي اي اي تقريبا تساوي بيتا في اي بي. الان بدي اعوض محل اي اي. طلع يا جماعه لو بدي اوجد اي اي بدي اعوض محل اي بي، شو بدي احوض محل اي بي؟ اي بي شو بتساوي؟ اي اي على بيتا. اذا بدي احط هون اي اي على بيتا راح تصفي المعادله كلها بدلاله ار اي. انقل البي تي على الطرف الثاني والسبعه في العشره على الطرف الثاني واطلع اي اي عامل مشترك. اي اي شو هون؟ ار 7 هون احط اي اي على بيتا بدل هاي اي اي على بيتا بصفي ار 7 على بيتا زائد شو بصفي هون؟ اطلع اي اي مشترك بضل ار اي. شو بتساوي؟ انقلها على الطرف الاخر في 7 ناقص 7 في 10 عشان اوجد اي اي بقسم على هذا على جوات الاقواس. شو بصفي عندي؟ المعادلة هاي. هاي اي في ثيفنين ناقص في بي اي على ار اي زائد ار ثيفنين تقسيم بيتا. لاحظوا كيف قسمنا على بيتا لما استبدلنا اي بي حطينا بدالها اي اي على بيتا. هذي اي بي حطينا بدالها اي اي على بيتا طلع ار ثيفنين على بيتا. هاي هي الاي اي. الان اذا وجدنا اي اي إذا وجدنا اي اي نحل السؤال ولا ما نحلش؟ اي اي وجدت. كم اي سي؟ كم التيار اللي بمر هون؟ هو نفسه اي اي. الآن اي سي وجدت، كم في سي اي؟ كم الفولتيه من هون لهون؟ أنا بدي أوجد اي سي واي اي، هذا المطلوب مني. هاي النقطة اللي مطلوبة، في سي اي واي سي. اي اي أوجدناها، اي سي أوجدناها، في سي اي شو بتساوي؟ نمشي كي في ال من وين لوين؟ مش عارف ليش صافني، انا مش فاهم ليش ساكتين، يعني مش فاهمين؟ من ال في سي سي بنمشي للجرام. طيب اوكي خلينا هلا هسه لما بدي ابدا من عند ال في سي سي، شو الطرف الثاني لل في سي سي؟ هون لو هذا مش مرسوم سالب ناقص في سي سي الطرف الثاني زائد ار سي في اي سي صح؟ زائد في سي اي زائد ار اي في اي اي شو بتساوي؟ صفر. طلع ناقص في سي سي زائد ار سي في اي سي زائد الفولتين هون لهون في سي اي اسمها الفولتين هون للجراوند ار اي في اي اي. اي اي هي نفسها اي سي بالتالي بقدر اخذ في سي اي عشان اوجدها. في سي اي شو بتساوي؟ انقل البقيات على الطرف الثاني بتصير في سي سي ناقص ار سي زائد ار اي مع بعض ما هن الاي اي والاي سي متساويات بالتالي بضرب في اي سي او في اي اي في اي سي. اي وجدت في سي اي بدلاله في سي سي ار سي ار اي اي سي. لاحظوا يا جماعه هون صار عندي ار سي زائد ار اي بالشابتر اللي قبله كنا نعتبر ار اي صفر. عوضوا محلها صفر هون ترجع المعادله اللي نعرفها سابقا صح؟ مظبوط. اوكي مظبوط. الان بدنا نروح مثال
نحله على الفولتج ديفايدر بس. نروح على مثال. في عندنا كمان قبل المثال في عندنا ثلاث حالات بدنا نشوف كيف نوجد كيف نمشي فيهم. الحالة A هاي برضو فولتج ديفايدر وهاي فولتج ديفايدر وهاي فولتج ديفايدر. شو نوع الترانزستور اللي هون يا جماعة؟ ثلاث حالات شو نوع الترانزستور فيهم؟ طبعا مكتوب تحت بي ام بي. احنا اللي اشتقيناها قبل شوي لأي نوع من الترانزستور؟ ام بي ان. ان بي ان. بالتالي لو كان بي ام بي شو بنسوي؟ خلينا على الحالة هاي، خلينا امحى الحالة بي وسي واكتب فوق هين كيف بدي اوجد كيف المعادلات اللي بدي امشي فيهم. هاي الحالة هاي، شو أول شغلة بدي أسويها الفولتج ديفايدر سيركت هاي؟ أوجد الثيفينين إيكوفيلنت إلها. أوجد الثيفينين سيركت إلها، يعني بدي أوجد الثيفينين من هاي النقطة بهذا الاتجاه. راح يطلع عندي R ثيفينين و V ثيفينين. والسيركت البقية، السيركت البقية خلينا نرسمها بلون ثاني. هاي باللون الأزرق. هاي بقية السيركت زي ما هي بتضل. هون عندي ار اي، هون ار سي والفي سي سي. بس لاحظوا الان بي ان بده بطارية سالبة ولا موجبة؟ سالب دي سي سي. لو كان بي ام بي شو بلزم البطارية تكون؟ لو كان ساين طالع للبرة لازم تكون موجبة، بس هون ال ان بي ان او البي ام بي البطاريه سالبه، بالتالي انا هنا بقدر اعكس البطاريات هذول، بقدر احط هون سالب وهون موجب، سالب موجب، هاي السالب وهاي الموجب وهاي في سي سي. هيك سالب من هاي الجهه من جهه ار سي. نفس القصه هون، السالب من هاي الجهه، بالتالي هيك صارت لانها سالبه. هون في ثيفينين، كم في ثيفينين؟ مين بحكي لي كم في ثيفينين؟ شو بتساوي في ثيفينين؟ R2 على R1 زائد R2 المقاومة اللي تحت على مجموع المقاومتين ضرب ال VCC. R2 على R1 زائد R2 ضرب ال VCC. لحظة يا جماعة، أنا حطيت السالب جاهز، بالتالي خلص باخذ VCC الأبسوليوت فاليو إلها، بس بخليها تطلع سالبة. خلص بحط موجب سالب تطلع في ثيفينين سالبي، اصلا لازم تطلع سالبي هاي. بس عشان هيك بديش اخربشكم بدي احطها هاي سالب وهاي موجب. السالب من فوق الاشاره، خلص خذها كابسوليوت فاليو والسالب من فوق لما تكون هذا الناقص بي سي سي. الان ار ثيفينين شو بتساوي؟ ار 1 توازي مع ار 2 زي الحاله السابقه، زي القوانين الحاله السابقه. الان كيف اتجاه اي بي؟ كيف اتجاه التيار اي بي؟ هاي اي بي هيك، اي بي واي سي للاعلى، اي 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 سي طالع من السيركت، بالتالي هاي اتجاه التيارات. هاي اي بي، اي 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 سي. شو اللي بنوجده بالبي ام بي؟ بنوجد في اي سي، في اي سي. بالان بي ان شو كنا نوجد؟ في سي اي الموجب من عند سي، بس بالبي ام بي الموجب من وين لازم يطلع؟ من عند اي. في اي سي اتجاه التيارات معكوسات، والفي اي سي الفي سي اي صارت في اي سي. الان نمشي كي في ال هون، خلينا نمشي مع اتجاه التيار. طلع يا جماعه بهاي الحاله في بي اي من هون لهون 7 في 10. 7 في 10 من وين؟ من الايميتر للبيز. بالتالي خلينا نمشي كي في ال من الايميتر للبيز. الان عكسي ار اي في اي اي زائد 7 في 10 زائد ار ثيفينين في اي بي ناقص في ثيفينين. ليش ناقص؟ لانه هون الاشاره سالبه وهون موجب. شو بتساوي؟ صفر.
نفس القصة. إذا بدي أوجد اي اي شو بعمل؟ بعوض محل اي بي اي اي على بيتا وبتطلع عندي اي اي. تشبه القانون اللي اشتقيته قبل، بس اتجاه التيارات نفس القانون راح يطلع. نفس القانون بس اتجاه التيارات زي ما هو مأشرهن هون. الآن عشان أوجد في اي سي منين بمشي كي في ال؟ بعض الاتجاه ار اي في اي اي زائد في اي سي زائد اي سي في ار سي ناقص في سي سي تساوي صفر. بوجد معادلة، بوجد اي سي تساوي اي اي، تطلع عندي المعادلة السابقة برضه. طيب بالنسبة للبي ام بي بيش بفرق على الان بي ان. الان هاي السيركت يا جماعة شو بتفرق السيركت في اي على بي؟ بدل ما احط ناقص في سي سي فوق بقدر احطها مع الجراوند، طلعوا ار 1 تقابل ار 1 ار سي نفس السيركت يعني، بس بدل ما حطينا الفولتج سورس من فوق حطيناه من تحت. بس شو نوعه صار؟ شو اسمه؟ صار في اي اي لانه من طرف الايميتر صار اسمه في اي اي، لازم يكون موجب. اذا هذا بدناش اياه سالب نقدر نستعيض عنه في سورس من تحت قيمته في اي اي. الان الحاله الثالثه هاي يا جماعه شو هاي السيركت نفسها، هذول مكافئات لبعض، هاي السيركت نفسها بس عاد رسمها، طلعوا حط ار2 من فوق وار اي من فوق، طب والسهم هذا صار ينزل نزول، بالتالي هاي السيركت عملها فليب، عملها فليب راسي، صار هاي السيركت نفسها ما فيش تغيير نهائي بينه، بس عاد رسمها اعاده رسم. لكن هاي السيركت وهاي البايس تاعهم مره بوزيتيف من جهه الايميتر ومره نيجاتيف من جهه الكوليكتر. نيجاتيف كوليكتر سبلاي فولتج في سي سي، هون بوزيتيف ايميتر سبلاي فولتج في سي سي. تحويلها لار ثيفينين بهذا الشكل، ار ثيفينين ار 1 ضرب ار 2 على ار 1 زائد ار 2، والفي ثيفينين راح تطلع الفولتيه هاي ار 1 على ار 2. كم في ثيفينين بهاي الحاله؟ بهاي الحاله في ثيفينين تساوي ار 1 على، بنعكس هون صار عندي ار 1 من فوق مش ار 2، على R1 زائد R2 في الـ VEE. هاي هي الـ V Thevenin، وبالتالي نرسم R Thevenin مع V Thevenin وبقية الدائرة. بقية الدائرة هاي الـ Emitter وهاي الـ Collector، هاي الـ VCC أو الـ Ground، هون الـ Ground هاي راحت على الـ Ground، وهون RE والموجب VEE، موجب VEE هاي موجب ثالث، هاي R Thevenin وهاي V Thevenin، هاي الإكوفالنت سيركت لهاي السيركت اللي بالوسط. هنا RC، لاحظوا هذا الجماعة يا جماعة طرف الجراوند، هذا مش فيش سورس، هنا في سورس VEE. الآن امشي KVL من الإيميتر للبيس بوجد IE، اوكي في ال من الايميتر للكوليكتر بوجد بي سي في اي سي، في اي سي هاي الدائره في اي سي من هون لهون الفولتيه في اي سي بال البي ام بي. نروح الان على مثال، نعطينا المعادلات اللي حكيت عنهم. انا ما بحفظ معادلات يا جماعه، الافضل تشتقوا من جديد. خلينا نيجي على المثال هذا ونحله مع بعض. هذا أول إشي، شو نوع الترانزستور؟ شو نوع الترانزستور؟ من السهم بي أم بي ولا أم بي أن؟ بي أم بي. طيب الآن هاي السيركت شو بدي أوجد؟ أي سي وفي سي إي. قبل ما اروح اشوف الحل بدي ارسم الايكوفالنت سيركت الها، بدي ارسم الايكوفالنت سيركت، يعني بدي احول السيركت هاي عشان اقدر اعملها اناليسز واوجد الاكزاكت سوليوشن. اروح على الثيفينين ايكوفالنت سيركت اللي الها، الان برسمها زي ما هي من هاي الجهه، لكن هذول بحولهم للثيفينين ايكوفالنت. شو بصير عندي السيركت؟ عندي ار ثيفينين وفي ثيفينين، هاي جراوند. الان بقيه الدائره بنرسمها بلون اخر،
اللي هي هاي زي ما هي بتضل. هذا الكوليكتر، طلع يا جماعه هذا الكوليكتر معكوس الدائره، هاي الفرع الدائره سي من فوق اللي شرحناها قبل شوي، الفرع سي شكل سي، وهاي مقاومه ار سي، هذي طلعوا هاي ار سي، عشان هيك هاي الكوليكتر، هذا ار سي، هاي ار سي، هاي جراوند، هاي الايميتر، السهم داخل الاعلى عشان هيك هو بي ام بي، ار اي وفي اي اي، بي اي اي، ار اي، ار ثيفينين وفي ثيفينين. الان كم ار ثيفينين اللي بنحطها هون، كم قيمتها؟ مين بحكي لي؟ 10 ضرب 22 على 32 100%، اللي هي ار ثيفينين بتساوي حاصل ضربهم على مجموعهم، دائما ار ثيفينين مقاومتين هذول على التوازي تساوي ار 1 توازي مع ار 2، حاصل ضربهم توازي، يعني ار 1 في ار 2 على ار 1 زائد ار 2. الان كم في ثيفينين؟ قبل بلطية على النقطة هاي، طلع كيف توجد الفي ثيفينين؟ بلطية على النقطة هاي بس اعتبروا هذا مش موجود، البرانش فولتج ديفايدر، فولتج ديفايدر البلطية من هون لهون يعني، وهذا مش موجود، البلطية من هون لهون، هاي الفي ثيفينين من هون للجراوند يعني. شو بتساوي المقاومة هاي ار 1، طلعوا المقاومة اللي موصولة مع الجراوند اول شيء موجودها، بغض النظر الاسم، احيانا قبل في عندي حالتين، في مرة بقت اسمها ار 2 على ار 1 زائد ار 2، بس بناخذ دائما المقاومه اللي موصوله مع الجراوند، ار 1 على ار 1 زائد ار 2 في ايش؟ في الفي اي اي. الان لو عوضنا معنى في اي اي معنى ار 1 معنى ار 2، لو عوضنا هون بوجد في ثيفينين، لو عوضنا هون ار 1 وار 2 معنى بوجد ار ثيفينين، ار اي بتضلها زي ما هي 1 كيلو، في اي اي قيمتها 10 فولت، ار سي قيمتها 2.2 كيلو. الان بدي اوجد اول كي في ال نمشي فيها من وين لوين، في عندنا 2 كي في ال لازم نمشي فيهم، كي في ال الاولى من وين؟ اتجاه التيارات اول شيء خلينا نحددهم، اي اي داخل، هاي اي اي داخل، اي بي خارج من البيز، اي سي نازل في المقاومة ار سي، هيك هاي اتجاه التيارات. وهون شو بدي اوجد؟ في اي سي، طلع اي سي لانه بي ام بي بوجد في اي سي من الايميتر للكوليكتر، هاي اسمها في اي سي. طيب شو الكي في ال اللي بنمشي فيها؟ شفهي، يلا من وين لوين؟ هيك ولا من هون للجراوند؟ من الايميتر للبيز عشان اوجد اي اي. ومنين نمشي؟ اي كي في ال؟ شو حكينا قبل؟ عمرنا مشينا من الكوليكتر للبيز، عمرنا ما مشينا من الكوليكتر للبيز ولا من الايميتر للبيز او من البيز للايميتر؟ حسب البي ام بي بنمشي من الايميتر للبيز، الان بي ان نمشي من البيز للايميتر، وين هو الايميتر؟ هذا، بالتالي بنمشي كي في ال، وين هي الكي في ال اللي بنمشي فيها؟ هاي بتعلمها باللون الاخضر، هاي بنمشي هيك بهذا الاتجاه، بعدين هون بعدين هون بعدين هون، هاي الكي في ال الاولى صح؟ كم الفولتيه من هون لهون من الايميتر للبيز؟ كم في بي؟ كم في اي بي؟ اي 7 بالعشرة، 7 في العشرة. بالتالي شو الكي في ال اللي بتنتج معنا؟ خليني اكتبها تحت هون، هاي الكي في ال الاولى، كي في ال الاولى يا جماعه هي من هون، هاي ناقص هاي موجب، اذا ناقص في اي اي زائد ار اي في اي اي زائد في اي بي اللي هي 7 في العشرة، هاي 7 في العشرة زائد ار ثيفينين
في اي بي زائد في ثيفنين. طلع جينا هون على الزائد في ثيفنين شو بتساوي؟ صفر. الان انا اللي مجهول بهاي المعادله. بي اي معروفه، معروفه قيمتها 10 فولت، ار اي قيمتها 1 كيلو، اي اي مجهوله، اذا هاي مجهوله، هاي بدنا نوجدها، هاي بدنا نوجدها. طيب هاي قيمتها 7 في 10، ار ثيفنين هي ار 1 توازي مع ار 2، ار 1 وار 2 معانا، اي بي بقدر اعبر عنها بشو بتساوي اي بي؟ اي اي على ايش؟ على بيتا. يعني ار ثيفنين على بيتا في اي اي بتصير، ار ثيفنين على بيتا في اي اي، بالتالي اي اي هون هو المجهول نفسه هون، وفي ثيفنين هي ار 1 على ار 1 زائد ار 2 في الفي اي، بيطلع عندي اي اي جاهزه، بوجد بحسب اي اي. اذا كيف حسبنا اي اي؟ اللي هي نفسها اي سي، حسبناها من الكي في ال، من الايميتر لا البيز. طيب الان شو الكي في ال الثاني اللي نمشي فيها؟ نوجد في اي سي. وين نمشي كي في ال؟ من الايميتر لوين؟ للكوليكتر. شو المعادله اللي بتنتج؟ خلينا نكتبها فوق. شو المعادله اللي بتنتج؟ ناقص في اي اي اللي هي 10 فولت، ناقص 10 فولت زائد ار اي في اي سي، اي اي هي نفسها اي سي، اذا بقدر اكتب هون اي سي مباشره، زائد في اي سي، هاي اللي بدنا اياها، زائد هاي في اي سي من هون لهون، زائد ار سي في اي سي. شو بتساوي؟ صفر. اي سي حسبناها من الكي في ال الاولى اللي باللون الاحمر، هاي لما شلنا من الايميتر للبيز. اي سي معروفه، ار سي معروفه، في اي سي بدنا نحسبها، اي سي معروفه، ار اي معروفه، في اي اي. اذا في اي سي شو بتساوي؟ انقل كل الباكات على الطرف الثاني، بتصفي في اي اي زائد اي سي مضروب في ار اي زائد ار سي. هاي هي الكي في ال الثانيه. واضح يا جماعه؟ طيب ماشي تمام. الان طبعا نشوف الكتاب كيف حلها. اول شيء اوجد في ثيفنين، بين ار 1 في ار 2 على في اي، اوجدها بالارقام، اوجد ار ثيفنين حاصل ضربهم على مجموعهم تطلع 6 و8، اوجد اي اي بعد ما رسم الايكوفالنت سيركت لها، هي صارت ار 1 وار 2 وهي الجهه مرسوم فيها ار ثيفنين، يعني استبدلناها في هون ار ثيفنين وفي ثيفنين. هاي راحت، هاي راحت، صار هذا الكونكشن من جهه البيز. هاي من جهه الايميتر، لاحظوا هذا ايميتر دائما. اذا مشينا كي في ال هيك طلعت عندي اي اي، طلعت عندي المعادله طرفش الصوت. رجع الصوت يا جماعة. ألو. سمعت.
في حدا يحكي النت عنده قوي يحكي معي شوي لو سمحتوا. رجع الصوت دكتور رجع. هو شكلك بس على المايك. هسه رجع. طيب تمام. الان وين وصلت؟ شو اخر شيء كنت احكي فيه قبل ما فصل الصوت؟ هنا طلع التيار سالب. مين بحكي لي ليش التيار سالب؟ لانه هو فارض التيار بالاصل. طبعا انا بفضلش تسوي زي الكتاب. فارضه انه التيار طالع من الاميتر هيك من خارج. احنا شو حكينا بالبي ام بي؟ كيف اتجاهه؟ للاسفل صح؟ بينزل وبفوت على الترانزستور. هو بالكي في ال تاعته فارضه انه خارج من الترانزستور. هذا الفرض الصح بالبي ام بي باتجاه السهم. السهم هذا بدلنا على اتجاه التيار تاع الاميتر. اي اميتر هو داخل ولا خارج من الترانزستور؟ السهم بيوحي لي بكل شو بيدخل على الترانزستور. بالتالي الكتاب فارض انه خارج منه عشان هيك طلعت قيمته سالبه. طيب الان بعد موجود اي اي بيمشي كي في ال من الاميتر للكوليكتر. بيوجد في من اي لسي. طلعوا من اي لسي. كم طلعت الفولتيه من اي لسي؟ 2.6. خلاص رد صلحها هون بقول لك انا فرضت عكس الاتجاه طلعت بالسالب عشان هيك الاتجاه داخل على الترانزستور وبيطلع 2.31. هاي اي اي نفس اي سي. مشى كي في ال من الاميتر للكوليكتر. هاي مشينا فيها قبل شوي. عوض بالقانون طلعت عندي 2.6. الان اي فيجر هون اكزامبل جديد. خلصنا هذا الاكزامبل نروح على اكزامبل جديد. فيجر 5 14. ايه وين 5 14؟ ايه نفسه. لا 5 14. ايه اللي هو هذا. هاي 5 14. ايه بنرجع للفيجر هذا معطينا قيمة R1 و R2 و R3 و RE وال VCC قيمتها. لاحظوا هون سالب VCC بس قيمة VCC معطينا إياها. مطلوب نوجد ال Q point اللي هي IC و I و VCE. خلينا نشوف المعطيات. R1 R2 RC و RE و VCC و بيتا. نيجاتيف سبلاي فولتج. نيجاتيف كوليكتر سبلاي فولتج من جهه الكوليكتر. في ثيفينين وار ثيفينين بيوجدهم نفس الطريقه. ار2 على ار1 زائد ار2 في البي سي. ليش ار2 مش ار1 فوق هون؟ ليش ار2؟ لانه لو رجعنا للفيجر انا اللي من جهه الجراوند هي اللي باخذها. ار2 اللي من جهه الجراوند هون عشان نوجد الفي ثيفينين انا باخذها ار1 ولا ار2 اللي بالباسط برضه اللي من جهه الجراوند اني من هنا. هون ار1 من جهه الجراوند هون ار2 من جهه الجراوند. اذا بي ثيفينين هي ار2 على ار1 زائد ار2 في البي سي سي. بما انه في سي سي سالبي بده يطلع بي ثيفينين سالبي. ار ثيفينين هي توازي هذول ار1 توازي مع ار2. برضه هون ار1 توازي مع ار2 بوجد الايش البي ثيفينين والار ثيفينين. بعدين بيمشي كي في ال من الاميتر لا البيز بيطلع اي اي. عشان نوجد في اي سي بيمشي كي في ال من الاميتر للكوليكتر. من الاميتر للكوليكتر بيمشي كي في ال بالسيركت الاصليه بيطلع في اي سي. طيب خلينا الان طبعا هذا السؤال هو اللي حليناه. هون طلع شو موجود في سي اي. لازم بما انه بي ام بي VEC موجبي VCE سالبي. هو طالب VCE. VCE لازم تطلع سالبي بالبي ام بي. انو اللي موجب عكسها VEC اللي موجبي. لكن بالان بي ان VCE اللي موجبي. خلينا الان نروح على نو اذر بايس ميثودز.
دوائر أخرى. أول دائرة ما يدرسها، طبعاً يا جماعة الآن ما يدرس أربع دوائر، الدائرة ثابتة بس بدنا نشوف كيف نعملها، نوجد اي سي وفي سي اي. بدنا ندرس دوائر في ال ان بي ان سيركت. الدائرة الأولى اللي بعد الفولتج ديفايدر اللي اسمها ايميتر بايس، خلينا نشوف كيف شكلها. هاي هي الايميتر بايس، بس لازم نعطينا شكلها فوق. وين هو؟ مش موجودة هون، مش راسمها إلا بالمثال. الايميتر بايس فيجر 5 17، وين فيجر 5 17؟ هي 5 16، هاي هي 5 17. هاي الدائرة اسمها ايميتر بايس، نوع ترانزستور ان بي ان، البايس تاعه ايميتر بايس. هس لما يكون الايميتر بايس هاي السيركت. السيركت هاي فيها ثلاث مقاومات ار بي ار سي ار اي، وفيها 2 فولتج سورسز، في سي سي من جهة الكوليكتر وفي اي اي من جهة الايميتر. الان يا جماعة لازم يكون في سي سي موجب وفي اي اي سالب، يعني هذا بالسالب وهذا بالموجب للان بي ان. الان الابروكسيميشن ميثود في الايميتر، طبعا انا قاعد بحكي عن الايميتر بايس، اول شغله بيوجد الفي اي. الفي اي بالايميتر بايس بعتبرها تقريبا ناقص واحد. ليش بعتبرها ناقص واحد؟ دائما خلص جاهزه، يعني سهل الاناليسز لها. هاي بالسيركت هاي اللي اسمها ايميتر بايس، لازم نحفظ اسمها كمان، نحفظ شكلها. يعني ممكن اقول لك شو اسم السيركت هاي، هاي السيركت اسمها ايميتر بايس. طيب في طريقه سهله، انه بيفترض الفي اي تساوي ناقص واحد. ليش في اي تساوي ناقص واحد؟ طلع يا جماعه في اي الفولتيه من هون للجراوند، لو مشينا كي في ال بالعكس من الايميتر للبيز، في اي شو بتساوي؟ ناقص 7 في العشرة، اللي هي في هاي من هون لهون 7 في العشرة، زائد او ناقص حتى، لانه عكس التيار داخل اي بي، هذا اي بي داخل، زائد اي ناقص اي بي في ار بي. الان اي بي فيري سمول، تقريبا هاي القيمه مش راح تتجاوز ناقص 7 في العشرة بكثير. للتسهيل فرضوها تساوي ناقص واحد. اذا هنا في حل تقريبي بيسهل علينا ايجاد الفولتجز والكرنتس في السيركت. بالايميتر بايس بيعتبر في اي تساوي ماينس 1، بضلكم متذكرين في اي تساوي ماينس 1. طيب خلينا ننطلق من هاي النقطة، انه في اي تساوي ماينس 1، شو بنقدر نوجد اذا كانت في اي معروفة؟ هاي البطيئة معروفة دائما قيمتها ناقص 1. شو بقدر اوجد؟ بقدر اوجد اي اي. كم اي اي بتساوي؟ كم اي اي بتساوي؟ امشوا كيف اي اي شو بتساوي؟ هي ايش؟ الفولتية هاي ناقص الفولتية هاي على ار اي، الفولتية على الطرف هذا ناقص الفولتية على الطرف الثاني تقسيم المقاومة، يعني بمر بالمقاومة ار اي، هو الفرق في الجهد عليها على قيمتها. شو بتساوي؟ إذا في اي ناقص في اي اي، الفولتج الثاني اسمه في اي اي على ار اي، وتساوي في اي دائما ماينس 1 ناقص في اي اي على ار اي. ما لها في اي حكينا دائما، شو حكيت قبل شوي؟ طيب مؤشر عليها هون، وين البولاريتي السالب بتاعتها؟ من جد اذا هاي ناقص في اي اي، في اي اي سالبي، اذا هذا راح يطلع التيار موجب، لانه هاي اقل من صفر، هاي سالبي، هاي بالتالي ناقص واحد ناقص الفي اي اي ناقصه، اذا ناقص الناقص بصير موجب على ار اي بيطلع اي اي. اذا عرفنا اي اي هي نفسها تقريبا اي سي، اذا عرفنا اي سي شو بنقدر نوجد؟ في سي اي.
في اي معنى. طيب ناقص واحد في اي قيمتها ناقص واحد. طب في سي شو بتساوي؟ هي الفولتية من هاي النقطة نمشي كـ في ال بالعكس، إذا تساوي في سي سي ناقص ار سي في اي سي. في سي إذا في سي وفي اي حسبناها قبل شوي أو فرضناها، كنا حكينا دائما بالإيميتر بايس قيمتها ناقص واحد، بتساوي في سي اي. شو بتساوي إذا اللي بدنا إياها في سي اي؟ هي في سي ناقص في اي. في سي أوجدناها وفي اي موجودة، في سي اي ناقص في اي يعني وتساوي في سي زائد واحد، لأنه ناقص ناقص الناقص واحد بصير في سي زائد واحد، إذا في سي هي في سي زائد واحد. خلينا الآن نروح على مثال. المثال هو هذا. شو نوع السيركت هاي يا جماعة؟ هاي مثال بالأرقام. شو نوع السيركت هاي؟ شو نوع البياس؟ بياس إيميتر. إيميتر بياس. إيميتر بياس ثابت لما تكون بهذا الشكل، نوع البياس إيميتر. الآن بقول لك using approximation، استخدم الابروكسيميشن. إذا شو الابروكسيميشن المستخدم؟ بي إي شو بتساوي؟ هذا ما يعطينا إياه أصلا. لو ما لو أنا بجيبها سؤال بجيب لكم، مش بي إي تساوي ماينس 1، أنت لازم تعرفها لحالك. هاي الابروكسيميشن بي إي تساوي ماينس 1، بالتالي بي إي تساوي ماينس 1 واي سي تساوي اي اي تقريبا. هاي بنعطيك الشغلات اللي دائما نعتبرها اي سي، دائما نعتبرها تساوي اي اي. الان كم قيمه اي اي لهي السيركت؟ شو حكينا؟ عشان الفولتيه من هون هاي معروفه قيمتها ناقص واحد فولت، عشان اوجد اي اي شو بسوي؟ الفولتيه هاي ناقص الفولتيه هاي على ار اي، اذا ناقص واحد ناقص الناقص 15 على 10 كيلو. شو بيطلع الجواب؟ ناقص 1 زائد 15، إذا 14 على 10 كيلو، 1.4 ملي أمبير، صح؟ طيب أي إي حسبناها تقريبا هاي تساوي أي سي، إذا أي سي تساوي أي إي 1.4 ملي أمبير. شو بدنا نوجد كمان؟ في سي إي. أوجدنا أي إي، بدنا نوجد في سي إي. الفولتية من هون لهون هاي في سي اي، الفولتية من الكوليكتر للإيميتر. فولتية الإيميتر معروفة معروفة، شو بدنا نوجد؟ فولتية الكوليكتر. في كوليكتر هي شو التيار نازل هون؟ اي سي، بدنا نمشي عكسه، بالتالي ناقص اي سي في ار سي زائد في سي سي اللي هي قيمتها 15 ناقص 1.4 في 4.7 كيلو. طبعا 1.4 ملي، ملي بتروح مع الكيلو، بضرب 4.7 في 1.4 فقط، الكيلو بتروح مع الملي، زائد 15. شو بيطلع عندي في سي؟ طبعا انا بدي اوجد في سي اي. في اي ناقص 1 وفي سي حسب نحسبها من هون، بالتالي في سي اي تساوي في سي ناقص في اي. بما انه في اي ناقص 1 بقدر اقول في سي زائد 1 مباشره. عيار موجود في سي، موجود في سي اي، تمام. هاي الحل. اول شيء في اي 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 14 بتطلع 1.4 ملي امبير، في سي هي في سي سي ناقص اي سي في ار سي طلعت 8.4، زد لها 1 بتصير 9.4. هاي في سي اي. اذا هاي السيركت اسمها لازم نحفظه ونشوف كيف الاناليسز اللي إلها. دائما نعتبر ابروكسيميشن التقريبي. طب لو بديش امشي تقريبي يا جماعه، لو قايل لي الاكزاكت بدل هون، لو نفس السؤال شو بفرق حله؟ لو قال لي اوجد الاكزاكت فاليوز لاي اي وبي سي اي، اذا قال لي الاكزاكت فاليوز ببطل اقول بي اي، هاي ببطل اعتبرها خلص. بي اي بعرفش قديش قيمتها، مش ناقص واحد. الابروكسيميشن بالإيميتر بياس الدائرة هاي بعتبر في اي تساوي ماينس 1، هذا هو التقريب. لكن الإكزاكت الحل الحقيقي أو الدقيق بمشي كي في ال بسيطة. شو التيار اللي هون يا جماعة؟ اي بي. شو التيار اللي نازل هون؟ اي اي. لاحظوا في شغلة مهمة نسيت أحكي لكم إياها، مهمة جدا، مش عارف ليش نسيت أحكي لكم إياها. بالسؤال
بالسؤال لما فرضنا الابروكسيميشن اللي زمتنا بيتا بالحل قبل ما اروح على الاجزاء، لزمتنا بيتا طلعوا هاي الحل، وين بيتا موجوده؟ لزمت معطيني اياها اصلا بالسؤال، معطيني اياها بالسؤال، لا مش معطيني اياها. حلينا اوجدنا اي سي وفي سي اي بدون بيتا نهائي، شو معناته هذا الحكي؟ يعني شيء كويس ولا مش كويس؟ ما لزمتناش قيمه بيتا، القيم ما بيعتمدوا على بيتا. هاي الدائره كويسه ولا مش كويسه؟ يعني منيح نستخدمها ولا مش مليح؟ شو حكينا مشكلة بيتا يا جماعة؟ بيتا بيعطينا إياها لكنها مش ستيبل، تتأثر بالحرارة وتتأثر مع تغير آي سي، مع تغير البايس يعني، بالتالي بيتا مش مستقرة. أنو أفضل؟ نجيب سيركت للبايس تعتمد على بيتا ولا ما بتعتمد كثير على بيتا؟ أنو أفضل؟ سامعيني؟ احنا بنستخدم انه بدناش نعتمد على بيتا كثير لانها بيتا غير مستقره بهاي الدائره بالإيميتر بايس اللي ما اعتمدت على القيم على بيتا بالابروكسيميشن، بالتالي هي دائره كويسه يعني الاستابيليتي لها عالي. خلص القيم اللي وجدناهن اي اي وبي سي اي ثابتات، اختلفت الحراره زادت نقصت ما بتتاثر، بالتالي هاي الدائرة ستيبل، هاي الدائرة بنقدر نحكي عنها انها الاستابيليتي لها عالية، الاستابيليتي لها عالية لأنها ما بتعتمد على بيتا. الآن نرجع للي بقيت حاكي عنه قبل شوي. هون أنا حليت السؤال باستخدام الأبروكسيميشن، لو قال لك استخدم الأبروكسيميشن مباشرة توجد تفرض في اي تساوي ماينس 1 بالإيميتر بايس سيركت وتمشي بالأناليسيز اللي مشينا فيها قبل شوي. الآن لو بدوش، لو بده الإكزاكت أبروكسيميشن، برجع بقول تيارات، هذا التيار اي بي بيدخل واي سي اي اي واي سي، هاي اتجاه التيارات، هذا اي بي هنا اي اي وهنا اي سي. الان شو علاقه اي بي في اي في اي اي؟ اي بي شو بتساوي؟ اي اي على بيتا. الان بالاكزاكت مش بالابروكسيميشن، بالاكزاكت شو بيلزمنا قيمه؟ لازم يعطينا قيمه بيتا، لازم يعطينا قيمتها. بالتالي خلينا نشوف شو الحل بيطلع. امشوا كي في ال من البيس للإيميتر زي ما بنمشي عاده، ار بي في اي بي، اي بي مباشره بحط بدالها اي اي على بيتا، وبيتا بدي احطها هون، اي اي على بيتا هي اي بي، بالتالي ار بي في اي بي هاي اي بي هاي وهاي شو بتساوي؟ زائد 7 في 10 زائد ار اي في اي اي ناقص 15 اللي هي في اي اي ناقص في اي اي تساوي صفر. هاي هي الكي في ال. شو المجهول فيها؟ اي اي. اذا اي اي شو بتساوي؟ في اي اي كلها على الطرف الثاني صارت موجبه، صارت موجب في اي اي يعني باخذ القيمه الموجبه لها، لانه بقت ناقص 15 نقلنا على الطرف الثاني صارت 15 ناقص 7 في 10 على ار اي على ار اي وتقسيم هاي بالزمان زائد كمان ار بيتا ار بي على بيتا. الان يا جماعه اي اي هالقد اللي هي نفسها اي سي، لو اطلعنا عليها هل اي سي ستيبل يعني متغيره ولا مش متغيره؟ في اي اي ثابت، ار اي ثابت، ار بي ثابت، بيتا ممكن تكون نوت ستيبل، لكن اطلع يا جماعه بيتا جاي هون ار اي وار بي، لما نقسم ار بي على بيتا بضل هذا التيرم اكبر بكثير من هذا التيرم. هذا التيرم لما نقسمه على بيتا هي بيتا قيمه كبيره، لما نقسم ار بي على بيتا بضل الترم الاول اكبر بكثير من هذا. لو هذا تغير بشيء بسيط ككل الفاليو مش راح تتغير بشكل كبير، بالتالي هي برضه بتضل ستيبل، بتضلها ستيبل، الستابيليتي لها عاليه للإيميتر بايس سيركت. الان بتوقع في سؤال عن الستابيليتي كمان شوي، بحسب قيمتين
هاي هي السيركت، هذا الاكزاكت، الاكزاكت سوليوشن. ما بنفرض في اي صفر بالاكزاكت، مش هيك كي في ال هيك طلعت هاي المعادله، طلعت نفس النتيجه. خلينا الان نحل السؤال هذا ونشوف اذا بيتا تغيرت من 100 ل 200 كم اي سي الكيوبويد اللي هي اي سي والبي سي بتتغير. هذا السؤال كل الارقام موجوده فيه، بقول لك ديتيرماين هاو ماتش ذا كيوبويد بتتغير will change if beta increases from 100 to 200. يعني بيتا في البداية بكت 100 بعدين صارت 200، كم اي سي و في سي بتغير نتيجة بيتا تغيرت من 100 ل 200؟ هذا مهم السؤال. السؤال اللي بدي تجاوبون عليه الآن، هل بستخدم الاكزاكت ولا الابروكسيميشن بهاي الحالة بدون ما يقول لي؟ هل بستخدم الاكزاكت سوليوشن ولا الابروكسيميشن سوليوشن؟ الابروكسيميشن يعني في اي تساوي ماينس 1، بستخدمه ولا بستخدم الاكزاكت؟ اكزاكت معطينا قيم لبيتا. ايوه معطينا قيم لبيتا. هاي الدائره اسمها ايميتر بايز، حكينا في لها طريقتين للحل، اما بروح على الابروكسيميشن يعني بفرض في اي تساوي ماينس 1 او بروح على الاكزاكت. ما بفرضش في اي تساوي ماينس 1، بمشي كي في ال من زي ما بمشي دائما من البيز للايميتر بوجد اي سي، ومن من الكوليكتر للايميتر بوجد في سي اي. اي سي وفي سي هذول بوجدهم. الان لما معطينا بيتا ما بروح على الابروكسيميشن، بروح على الاكزاكت. يعني اكيد طب لو بدي اروح على الابروكسيميشن اصلا بيتا بتعنينيش من مره 100 ولا 200 ولا 1000، ما بتعطيني ما بتلزم بالحل لو بدي اروح على الابروكسيميشن زي ما شفنا بمثال سابق. لكن بما انه معطينا بيتا وبدي اشوف تاثير بيتا بدنا نروح على الابروكسيميشن. طب الان شو القوانين اللي بتلزم؟ اي سي شو بتساوي؟ متذكرين اشتقاق هاي اي سي شو بتساوي؟ اي سي اللي هي نفسها اي اي. طلع يا جماعه في اي اي طلع مش ناقص في اي اي، يعني لو نقلت على الطرف الثاني بصير ناقص، ناقص الناقص لازم احط 15 يعني لما نقل على الطرف الثاني، زائد او ناقص 7 في 10 على ايش؟ ار اي هسه اشتقيتها قبل شوي على تقسيم ار بيتا ار بي على بيتا وتساوي 15 ناقص الناقص بصير 15 ناقص 7 في 10 على ار بي ار اي اللي هي قيمة 10 كيلو زائد ار بي اللي هي 4 و7 تقسيم بيتا 1. خذوا بيتا مبدئيا تساوي 100، بالتالي بدي اقسم 4 و7 على 100، 47 كيلو على 100. شو بيطلع نتيجة هاي الحسابات هاي؟ بيطلع اي سي 1 نتيجة بيتا 1. طب بيتا 2 شو بتفرق؟ شو الارقام اللي بيفرقن هون؟ بس هون بدي احط 200 بدل 100 صح؟ صحيح؟ هون مرة بيتا 1 ومرة بيتا 2 هاي ثابتة. 15 ناقص 7 في 10 على 10 كيلو اللي هي ار اي ار بي 47 كيلو على بيتا، بيتا مرة 100 ومرة 200 بفرق اي سي، بيعطينا مرة اي سي 1 نتيجة بيتا 1 واي سي 2 نتيجة بيتا 2 اللي هي نفس الرقم 15 ناقص 7 في 10 على 10 كيلو زائد 47 كيلو تقسيم 200. بس تفرق هاي بنحط مره 100 ومره 200 ولا باقي نفس القصه. اذا بنشوف كم اي سي تغيرت، بس بنشوف الارقام. طيب في سي اي تفرق؟ شو بتساوي في سي اي؟ مين بيحكي لي كم في سي اي؟ من هون امشوا لي كي في ال. شو الكي في ال اللي بتعطينا في سي اي؟ خلينا نكتبها هون فوق، في سي سي زائد ار سي في اي سي، ار سي في ار هاي اي سي في ار في اي سي بيعطينا الفولتية من هون لهون، زائد شو الفولتية هاي؟ في سي اي زائد في سي اي
زائد شو الفولتين هون لهون؟ ار اي في نفس التيار، ما هو اي سي تساوي اي سي، ار اي في اي سي ناقص في اي اي. طلع جيت على الناقص في اي شو بتساوي؟ صفر. هون نسينا نحط سالب، احنا بدينا بالسالب بعدين جينا على الموجب، الموجب هو اللي من جهه ار سي، بالتالي ناقص في سي سي. الان شو بدي انقل؟ هاي بدي اخليها على طرف، شو بتساوي في سي اي؟ في سي سي زائد في اي اي على ار سي زائد ار اي. اسف اسف، شو مالك؟ شو قاعد بحسب انا؟ مش هيك بي سي سي زائد في اي اي ناقص ار سي زائد ار اي في اي سي. لاحظوا هاي كلها مكمله مع بعض مش تقسيم، بي سي سي زائد في اي اي ناقص ار سي وار اي بجمعهم بضربهم في اي سي. يا جماعه كم في سي سي قيمتها؟ 15. كم قيمه في اي اي؟ كم قيمة في اي اي؟ برضه 15. انا بالجهتين جيت على السالب، هون بكت سالب موجب وهنا سالب موجب، جيت على السالب للموجب، هون جيت على السالب للموجب، اذا باخذ القيمة هون 15 وهون 15 بيطلع 30 في ار سي زائد ار اي 4 و7 و10 كيلو 14 و7 كيلو في اي اي، طبعا هنا ناقص 30 ناقص في اي اي ضرب اي اي اللي هي نفسها اي سي. اي سي اوجدناها مره اي سي 1 ومره اي سي 2. لو جينا طلعنا على الحل هون، هاي اوجد نتيجه بيتا 1 اي سي 1 وراح اوجد في سي اي 1 نتيجه بيتا 2 اي سي 2. فرقت كثير بيتا اي سي لما بيتا 1 ومره 200، لما مره 100 ومره 200 137 مللي. شو صارت؟ فرقت الاختلاف كبير، اختلاف اي سي كبير يا جماعه؟ لا مش كبير، بسيط. وفي سي اي 9 و8 9 و7 برضه مش اختلاف بسيط، اذا السيركت التغيير فيها يا دوب اقل من 1%، يعني صار نزول زياده بالتيار اقل من 1% وصار نقصان بالفولتيه تاعت في سي اي برضه تقريبا 1%، بالتالي الاستابيليتي لها عالي. الاستابيليتي للايميتر بايس، هذا الايميتر بايس الاستابيليتي له عاليه جدا. الان بكره او المحاضره الجاي بدنا نروح على البيس بايس. هاي دائرة، هاي اختلفت عن الدائرة السابقة، هاي الدائرة اسمها بيس بايس ثابتة برضه، بنشوف كيف نحللها. بطلت اشتق قوانين انا، خلص بمشي كي في ال من البيس للإيميتر وكي في ال من الإيميتر لل من الكوليكتر للإيميتر، بس هذول هن الكي في ال. لأي دائرة شو ما كان شكلها شو ما كان نوعها تو كي في ال هن اللي بنمشي فيهن، أنا ما بشتق قوانين ولا بقول لكم احفظوا قوانين، يعني القوانين هذول ما بحاول اشتقهم أصلا، بروح مباشرة بمشي كي في ال من البيز للإيميتر ومن الكوليكتر للإيميتر، بوجد اي بي اللي واي سي وبوجد بي سي اي، هذول هن 2 كي في الز بيعطينا اي سي وفي سي اي دائما شو ما كان نوع البايس. المحاضره الجايه ان شاء الله بنكمل من هون. ضلكم متذكرين الكويز اللي بدايه الاسبوع القادم. يلا السلام عليكم. دكتور بأي تشابتر لك ليش؟ تشابتر ثلاث. تشابتر ثلاث كامل. دينار وال دينار وسبيشال بيرفوس دايوت. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم، مع السلامة.